السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صار لي فترة طويلة ما نزلت الجيم شيء، معليش لأني كنت أحاول أنزل الجيم ب 2.8، وفي أكثر من طريقة، لكن بصراحة طرق طويلة ما عجبتها. اللي عنده فكرة عنه يعطينا الفكرة. المهم اليوم راح أتكلم عن التعامل مع الطبقات، التعامل مع الصور، شلون أقدر أتعامل مع الصور بأكثر من طبقة. يعني الصورة مثل ما أنت شايف، عندي في طبقة واحدة قدامي الحين، لكن ممكن اني انشئ اكثر من طبقه بالصوره، بحيث اني اقدر اغير اشياء معينه بالصوره. لو مثلا ابي اخلي الشعار هذا وحده احمر والباقي كله نفس اللون، او مثلا ابي اعزل الكوره هذه تصير مثلا هي بلون احمر والباقي ازرق، او مثلا الخلفيه كلها بغيرها. الطريقه بسيطه جدا وكلها هنا في المنطقه هذه. خلونا اول شيء نشوف وش الشيء اللي احنا نبي نغيره. اذا مثلا بنغير الكوره هذه مثلا، تمام. نبي نجي طبعا هي دائره، راح نجيب الشكل الدائري هذا، راح نرسم دائره يعني مقاربه للدائره هذه. بالشكل هذا تقريبا، هذا هو شكل الدائره. اللي علينا نسويه نضيف طبقة جديدة عن طريق هذا الضغط من هنا، اوكي. بعدين طبعا الطبقة هذه اول شيء تسويه تحدد نوع اللون اللي تبي حاب تضيفه، او نوع الطبقة. فاحنا بالدرس هذا راح نتعامل مع كلر اللي هو لون، فنفترض بنحطه باللون الاحمر، راح نضيف لون احمر هنا مثل ما انتم شايفين انه صار عندنا الكورة لونها احمر. طبعا الاسر كله هنا بالطبقة. لو غيرنا الاوضاع من هنا راح تشوف انه في اشكال ثانية، لكن المفيد بالموضوع ان تحطه على كرر اذا كنت حاب تغير لون منطقة معينة. الفائدة منه انك ما تلعب بالصورة الاساسية، الصورة الاساسية ما زالت موجودة. ايضا ممكن تسوي بعض التحسينات على الاضافة اللي انت سويتها، بحيث انه ما يطلع حاد، لانك مثل ما انت شايف هنا حادة شوي ومخربة الشكل، يعني ما كأنه ما ادري شلونها، يعني الداخل غلط. فشلون نسوي هالشكل؟ طبعا نرجع من جديد. لاحظ ان الصورة الحين كلها صارت باللون الاحمر. طبعا في اكثر من طريقة، على طول عن طريق كلرز، بس الطريقة هذه ميزتها انه ما العب بالصورة الاساسية، الصورة الاساسية تصير موجودة عندي. بنفس الوقت تستفيد من اضافة طبقات كثيرة. ناخذ الحين الدائرة من جديد، راح نغير اللي هو الفيذر ايجز، نخليه 10 مثلا، وبعدين نروح نرسم الدائرة مرة ثانية. طبعا هالمرة راح يكون اللون متشتت شوي، مو زي قبل شوي. قبل شوي كان مركز وواقف على حاد، يعني حاد بالعربي شوي يعني. اوكي، نجيب اللون الحين. طبعا نفس الطريقة نرجع مرة ثانية، نضيف طبقة، نحطها على الكلر، نضيف لون. راح لاحظ الحين انه الطبقة صارت حوايفة مي بحادة. نقرب شوي، لاحظ ان الطبقة حوايفة مي بحادة. اللي عليك تصير انك تسحبه بس تركبه مضبوط على الدائرة او على الكورة، تمام. طبعا طالع لنا شغلة هنا زيادة ما نبيه، نشيله. بس لاحظ ان صار لون الكورة احمر. طيب مش حابين نغير بعد، حابين نحط الفيدورة هذه الكتابة بلون مثلا اخضر، فبرضه نضيف شفيفة او طبقة جديدة. نختار اللي هي تكلمت عنها قبل، اداة سحب اللون المتشابه. فنضغط هنا، عفوا، لازم نحدد انه احنا نشتغل على خلفية، فراح احدد لك المنطقة هذه. تفتح برضه طبقة جديدة وتحطها على كالور، نجيب مثلا لون اخضر. ما حدد كل شيء، هو نو بروبلم. طبعا طلع لون اخضر لكنه باهت شوي بسبب التحديد اللي هم سويته مو مضبوط. خلينا نحدد من جديد، لانه اللون هذا عندي لونين مو بلون واحد، ف متدرج بالعربي. بالطريقة هذه انت تحتاج انك تغير اول شيء لون المنطقة هذه كاملة، يعني لون هذه الحين كذا زي ما تشوف متدرج شوي، يعني حددت المنطقة هذه ما تحدد كاملة. فاللي علينا نسويه
تأكد ان المنطقة هذه بلون واحد. شلون تأكد المنطقة هذه بلون واحد؟ بسيطة، عندك حدد المنطقة اللي تبي هذه، تمام. طبعا احنا ما زلنا نشتغل على المنطقة اللي هي على شفيف جديدة بحيث ان ما نخرب ذي، تمام. فلاحظ الاولين اللون هذا راح يطلع من تحت لون متدرج، فبهالطريقة احنا ما استفدنا، احنا ما نبي يكون متدرج، نبي يكون لون واحد. طيب الموضوع بسيط ما يبي شيء، حدد على النص كامل، شوف وين التحديد راح يوقف. طبعا وقف هنا، نجيب لون ابيض، نملى المنطقة بالابيض ونحدد المنطقة اللي تحت، وبرضه نعبي باللون الابيض. راح يبقى منطقة بين وبين اللي هي منطقة بين النص، راح احاول اني التقط المنطقة هذه. تقريبا التقطت الحين اللون كامل، تمام. بس اللي مو تمام انه انا مليت المنطقة هذه بالخلفية، تمام. اللي علينا نسويه طبعا بعد ما اني خربت الموضوع هذا، ننسخ شغلنا ونتراجع. تراجعنا، نروح نضيفه على الطبقة هذه لصق. اوكي اوكي جات معنا الفيدورا. طيب شو نسوي الحين؟ نجي للطبق ونحدد، نحط اللون الاخضر مرة ثانية. ونعدل الى كالور. طبعا هنا ما راح يبين شيء كثير، السبب ان النص واحد زي ما انت شايف، لانه النقطة واحدة. فانت بالطبقة اللي تعجبك اختر اللون اللي تبي. مثلا انا ابي اللون هذا، طبعا ممكن ان انا نخفف حدة اللون شوي من هنا اللي هي الظهور. باقي عندنا الشعر، خلونا نحط لونه وردي يلا، مع انه ما يجي فودرة وردي بس ما يخالف، يلا نجرب. الشعار عطوا الدائرة، طبعا راح ناخذ دائرة حادة لانه زي ما انتم شايفين صغير هو. نظلل هنا، طبعا احنا راح نبلش بالمنطقة هذه لكن بسيطة امره. نفتح طبقة جديدة نفس الطريقة اللي قبل شوي، قلنا نبعت لونه وردي. المنطقة اللي تحت هذه تحديد عادي، بس هي شبه مستطيل يعني، فممكن ان نحط مستطيل ونخلي الزاوية مائلة او نضيف اللون الوردي مرة ثانية. اوكي زي ما انتم شايفين. ممكن برضو نعدل اللون من هنا، هل تبيه انه درجات اللون من هنا ممكن تعدله. طبعا بما انه عندنا هالحين هذا وهذا وهذا، باقي عندنا الخلفية، هل ممكن نعدل لونه لوحده؟ نعم ممكن نعدل لونه وحده. الحين لو اضفنا طبقة، راح نحط طبعا طبقة تحت، من ضمن الالوان اللي ممكن انه تسوي لنا اكشن، طبعا لا ننسى نحط كلر اللي هو مثلا لون برتقالي، برتقالي يعني هذا اقرب شيء برتقالي زي ما انتم شايفين. الحين قدرنا اننا نلعب بالوان الصوره بشكل متفصل او بشكل منفصل بسبب الطبقات هذه. غيرنا اللون كامل. طبعا اللي عليك تسويه بعد ما انك تشوف هالدرس، طبعا تروح تطبق، لانك بعد بدون تطبيق ما راح تذكر شيء، ونحاصر تطبق وانت تناظر زين، تمام. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.